السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة المراجعة اللي بدأناها في النظام الجديد من امتحانات سنة تانية اعدادي، اللي هو الامتحان اللي هيجي كله اختياري. فهنحاول ان احنا نجمع اسئلة الاختيار ما بين المتعدد للمنهج كله بإذن الله. بس قبل ما نبدأ، عاوزك تضغط سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو انت لسه مشتركتش، واضغط لايك للفيديو عشان اعرف عدد المهتمين بالمراجعات ديت. لو انتوا حابين ان احنا نكمل المنهج كله ونجيب اسئلة المنهج كله ان شاء الله عشان تبقى سهلة عليك مراجعتها قبل الامتحان، فاضغط لايك عشان اعرف عدد المهتمين بإذن الله. يلا بينا كده نبدأ. اختر الاجابة الصحيحة. رقم واحد، مقدار الزاوية بين الرابطتين التساهميتين الأحاديتين في جزيء الماء. طبعا الزاوية قيمتها 104.5 درجة، اللي هو الاختيار هيبقى رقم ب. طيب عندي بعد كده رقم 2، يتواجد الماء في حالات المادة الثلاثة في درجات الحرارة العادية. يبقى درجة الحرارة العادية المية بتتواجد في حالات المادة الثلاثة اللي هي صلبة وسائلة وغازية. طيب عندي رقم 3، كل مما يأتي من المواد التي تذوب في الماء ما عدا. كل دي مواد بتدوب في المية ما عدا ايه؟ أكسيد المغنيسيوم ولا زيت الطعام ولا كلوريد الصوديوم ولا السكر؟ هيبقى زيت الطعام، ده الوحيد اللي ما بيدوبش في المياه مع انه مركب تساهمي بس لا يستطيع تكون رابط هيدروجينية مع الماء. طيب عندي بعد كده رقم 4، يرجع ارتفاع درجة غليان الماء الى وجود رابط نقط بين جزيئاته. قال لك وجود روابط هيدروجينيه بين الجزيئات، يبقى اللي موجوده بين الجزيئات روابط هيدروجينيه، اما اللي موجوده بين الذرات هتقول له تساهميه احاديه. كم ذره كم رابطه؟ رابطتين. طيب عندي بعد كده رقم 5، كثافه الماء في الحاله الصلبه نقط كثافه الماء في الحاله السائله. كثافه الماء في الحاله الصلبه، طبعا الميه بتشذ عن جميع المواد، في ان كثافتها وهي في الحاله الصلبه بتكون اقل من كثافتها وهي في الحاله السائله. يبقى كثافه الميه وهي تلج اقل من كثافتها وهي ايه؟ وهي في الحالة السائلة. يبقى كثافة الماء في الحالة الصلبة أقل من كثافتها في الحالة السائلة، ودي من ضمن شذوذ خواص الماء، والسبب هو وجود روابط هيدروجينية. رقم 6، أقل كثافة للماء عندما يكون نقط سائلا عند 90 درجة ولا سائلا عند 4 درجة ولا صلبا عند 0 درجة مئوية ولا سائلا عند 0 درجة مئوية. طبعا هو يبقى أقل كثافة للمية عند درجة 0 لما بيكون صلب، دي أقل كثافة للمية لأنه بيتجمد هنا، تمام. واعلى كثافه للماء كانت عند 4 درجه، دي اعلى كثافه، واقل كثافه هتبقى عند 0 درجه مئويه، الاختيار هتبقى رقم ج. طيب نكمل مع بعض. يجي يقول لي الشكل نقط يعبر عن تغير كثافه الماء بتغير درجه الحراره. انهي شكل اللي هو بيعبر عن الكثافه ودرجه الحراره؟ رقم 1، خلي بالك في شكل ده احنا كنا تعرضنا له واحنا بنشرح الدرس، فالشكل ده لازم يبقى في دماغك على طول. دي عند 4 درجه مئويه كده، لا الشكل ده برضو، لا الشكل ده، ايوه هو الشكل ده اللي هو رقم ج. الشكل ده علاقه بين الكثافه ودرجه الحراره، كان عند 4 درجه مئويه دي اعلى قيمه لكثافه الماء، وبعدين عند الصفر دي اقل قيمه لكثافه الماء، يبقى اللي هو بيبقى في شكل منحني وكثافه ودرجه حراره، خلاص. طيب عندي بعد كده رقم 8، حجم 5 جرام من الثلج نقط حجم 5 جرام من الماء. الحجم، حجم الميه لما بتتجمد بيزيد حجمها، ولذلك احنا ما بنحطش الميه في ازاز ليه ونحطها في الفريزر؟ عشان بتنفجر. بتنفجر ليه؟ لان حجم الميه بيزيد مع التجمد. يبقى اذا حجم 5 جرام ثلج هتكون اكبر من حجم 5 جرام ميه، لان الميه بتزيد حجمها عند التجمد. طيب رقم 9، يرجع انفجار زجاجة مغلقة ومملوءة تماما بالماء بعد فترة من وضعها في مجمد الثلاجة اللي هو الفريزر، يعني إلى أن الماء عندما يتجمد تزداد كثافته ويقل حجمه، ولا يزداد حجمه وتقل كثافته، ولا تقل كثافته دون تغير حجمه، ولا يزداد حجمه دون تغير كثافته؟ هي تبقى طبعا الإجابة رقم ب، اللي هو يزداد حجمه وتقل كثافته. طيب عندي رقم 10، الماء النقي نقط التأثير على ورقتي عباد الشمس. طبعا الماء النقي بيبقى متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس. رقم 11، عند التحليل الكهربي للماء يتكون. لما باجي احلل المايه كهربيا قال لك المايه بتتفكك لعناصرها اللي هي هيدروجين واكسجين، اللي هي تبقى H2 وO2، اللي هو هيبقى الاختيار رقم أ. رقم 12، في التحليل الكهربي للماء اذا كان حجم الغاز المتصاعد عند المهبط 20 سنتي، المهبط ده اللي هو القطب السائل، فان حجم الغاز المتصاعد عند المصعد هيكون ايه؟ انت عندك المهبط بيطلع عنده غاز الهيدروجين، مهبط هيدروجين، فالهيدروجين بيبقى ضعف الاكسجين، يبقى الهيدروجين 20، يبقى هيبقى الغاز التاني نص ال 20 دي كام؟ هيبقى 10، يبقى 10.
طيب عندك بعد كده رقم 13، عند تحليل الماء كهربيا باستخدام جهاز فولتمتر هوفمان، فإن النسبة بين حجم الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب وحجم الغاز المتصاعد فوق القطب السالب. خلي بالك هو هنا بيجيبهم لك، هنا خلي بالك على الترتيب، لأنه بيقول لك على الترتيب. يبقى هو ذكر الأول القطب الموجب اللي هو المصعد، وبعدين القطب السالب اللي هو المهبط. المصعد بيبقى نص المهبط، نص الإيه؟ المهبط، يعني لأن المصعد بيبقى أقل والمهبط بيبقى أكبر في الغازات اللي طالعة. طيب فهنا هيبقى كام؟ هيبقى هنا المصعد هتبقى 1 إلى 2، النسبة هنا هتبقى 1 إلى إيه؟ إلى 2. طيب عندي بعد كده 14، أي من الاختيارات الآتية تدل على عدم نقاء عينة من الماء؟ تزرق ورقة عباد الشمس الحمراء، ولا تغلي عند 100، ولا تذيب كل من ملح الطعام وسكر المائدة، ولا انخفاض كثافتها عند التجمد. طبعا اللي بيدل على ان عينة المية ديت مش نقية ان هي تزرق ورقة عباد الشمس، لان طبعا الماء متعادل التأثير على ورقة عباد الشمس، يعني ما بيأثرش على لونه ولا كده ولا كده. طب معنى ان هي تزرقها يبقى معناها ان المية دي مش نقية. المية دي ايه؟ مش نقية. طيب نكمل مع بعض. يتسبب التلوث نقط للمياه في الإصابة بمرض التيفويد. طبعا التيفويد ده التلوث البيولوجي. عندي بعد كده رقم 16، إلقاء مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي في الترع والأنهار يعتبر تلوث نقط للماء. مخلفات المصانع والصرف الصحي يبقى على طول وانت مغمض هيبقى تلوث كيميائي. عندي بعد كده رقم 17، ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الكبد عند الشرب المستمر لمياه تحتوي على سرطان الكبد، يبقى عنصر الزرنيخ. عنصر الايه؟ الزرنيخ. طيب 18، ارتفاع تركيز الأملاح الزائبة في الماء عن الحد المسموح به حسب المعايير والمواصفات العالمية يمثل التلوث. لو تركيز الأملاح الزائبة في الماء زاد عن الحد المسموح ده تلوث كيميائي. تلوث ايه؟ كيميائي. رقم 19، التلوث الحراري للمياه يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المياه، ولا انفصال الأكسجين الزائد في المياه، ولا موت الكائنات البحرية، ولا جميع ما سبق؟ هيبقى جميع ما سبق، كل ده بيحصل من التلوث الحراري. رقم 20، تخزين ماء الصنبور بالزجاجات البلاستيكية يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة به. لما بعين مية الحنفية في أزاز بلاستيك، لما بعبها في أزاز بلاستيك، بيزود معدل الإصابة بإيه؟ بالسرطان، ولا فقدان البصر، ولا التهاب الكبد الوبائي، ولا التيفون؟ هيبقى السرطان، لأن طبعا أنت عندك الكلور بيتفاعل مع البلاستيك. رقم 21، يجي يقول لي يستخدم غاز نقط في تطهير المياه. طبعا احنا بنستخدم غاز الكلور، غاز الايه؟ الكلور، في تطهير المياه. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده النسبة بين كثافة الماء عند 4 درجة مئوية إلى كثافته عند 0 درجة مئوية تكون نقط الواحد الساعة. طبعا أعلى قيمة لكثافة الماء بتكون عند 4 درجة مئوية، وأقل قيمة للكثافة عند 0، يبقى إذا أكبر من ولا أقل من ولا تساوي؟ عند 4 درجة مئوية هتبقى أكبر قيمة للكثافة، يبقى أكبر من الواحد. أكبر منين؟ من الواحد الساعة. طيب عندي بعد كده رقم 2، كثافة الماء النقي المتجمد نقط 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب. أنت عندك الماء المتجمد بتكون كثافته أكبر من الواحد ولا تساوي الواحد ولا أقل من الواحد؟ طبعا المية لما بتتجمد بتقل كثافتها، يبقى إذا، وهي أصلا كثافة المية واحد، يبقى إذا لما المية تتجمد هتبقى الكثافة أقل من واحد، يبقى إذا هتبقى رقم ج. عندي بعد كده رقم 3، عند وضع 1 كيلو جرام من الماء درجة حرارته 4 درجة مئوية في الفريزر ليتجمد، فإن كتلته، لما احط 1 كيلو في الفريزر عند والميه دي درجة حرارتها 4، فإن كتلتي ايه اللي يحصل لها بقى؟ تزداد ولا تقل ولا لا تتغير ولا تزداد ثم تقل؟ هتبقى طبعا الكتلة ما بتتغيرش، يبقى لا تتغير. ليه؟ لان هي الواحد كيلو هدينا 1 كيلو، هو كل اللي بيحصل ان لما الميه بتتجمد بتقل كثافتها، بتقل ايه؟ الكثافة، وبيزيد الحجم، لكن الكتلة ثابتة لا تتغير. الكتلة ثابتة ايه؟ لا تتغير. رقم 4، حجم كتلة من الماء عند 30 درجة مئوية، الماء هنا عند 30 درجة، نقط حجم نفس الكتلة بس عند 1 درجة مئوية. طبعا عند واحد بيكون عند 1 درجة بيكون الماء متجمدة، ماشي، فالحجم بتاعها لما بتتجمد بيزيد. اما عند 30 بتكون مثلا لسه ما اتجمدتش، عند 30 بتكون ما اتجمدتش، فبتبقى الحجم بتاعها قليل. يبقى اذا حجم الكتلة عند 30 درجة بيكون اقل من حجم الكتلة عند 1. طيب عندي بعد كده رقم 5، إذا كان مجموع حجمي الغازين المتصاعدين عند طرفي جهاز فولتمتر هوفمان 60 سنتيمتر مكعب، مجموع الغازين
المتصاعدين، مجموع حجمي الغازين المتصاعدين عند طرفي جهاز فولتمتر هوفمان، الغازين مع بعض اللي هو الهيدروجين والاكسجين الاتنين عاملين 60. فإن حجم غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين على الترتيب كام؟ بص كده معايا، انت عندك الهيدروجين المفروض ان هو ضعف الاكسجين، انت عندك الهيدروجين ضعف الايه؟ الاكسجين. انت عندك غاز الهيدروجين اللي هو الاتش تو، غاز الهيدروجين بيبقى ضعف غاز الاكسجين اللي هو الاو تو. يعني ايه ضعف؟ يعني اتنين، يعني الهيدروجين اتنين يبقى الاكسجين واحد. فهنا بقى بص معايا كده، مديك القيمة بتاعتهم الاتنين كده مع بعض، الاتنين كده مع بعض لما جمعناهم اداهم لي الاتنين عاملين 60. الاتنين دول عاملين ايه؟ عاملين 60 مع بعض، يبقى ده زائد ده اداني 60 سنتيمتر مكعب، ده الاتنين مع بعض. طب هنا الهيدروجين من الستين دي هو له اتنين، يبقى الستين دي هنقسمها لتلات أجزاء. هنقسمها تلات ايه؟ أجزاء. يبقى هتقسم الستين دي على تلاتة، هتقسم الستين دي على كام؟ على تلاتة. يبقى إذا لأن أنا عندي اتنين هيدروجين وواحد أكسجين، اتنين وواحد كام؟ تلاتة. يبقى أنا عندي تلات أجزاء، يبقى أقسم الستين دي على تلاتة هيديني 20، يبقى 20 سنتيمتر مكعب، يبقى الجزء أعمل 20. يبقى إذا الستين دي هتتقسم، يبقى هنا 20 زائد 20 هيبقى 20 و20 و20، يبقى عندي 23 اهو. في منهم اتنين للهيدروجين، يبقى 20 رايحين للهيدروجين. 20 دول قيمتهم كام لما يجمعوا؟ 40. يبقى 40 سنتيمتر مكعب للهيدروجين، والعشرين اللي فاضلة دي بتاعت الواحد بتاع الأكسجين، يبقى هيبقى قيمته 20 سنتيمتر مكعب، لأن الهيدروجين ضعف الأكسجين. طيب فهنا بقى بيقول لي إيه؟ بيقول لي هل هتبقى 20 و40، لان هو قال لي على الترتيب الهيدروجين والاكسجين، ولا 40 ل 20، ولا 30 يبقى تبقى هنا زي ما احنا طلعناها، تبقى 40 الاول للهيدروجين الى 20 للاكسجين، يبقى 40 الى 20، يبقى 40 الى ايه؟ الى 20. طيب هنقف لحد هنا، وهنكمل ان شاء الله المراجعات في الحلقات اللي جايه. استنانا، عاوزك تضغط لايك للفيديو عشان اعرف كم عدد المهتمين بالحلقات ديت، هل نكمل ولا نقف لحد هنا. وما تنساش تضغط سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مستر ابراهيم السيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.